كل القروض اللي احنا خدناها دي لتمويل هذه التوسعات ان شاء الله. احنا جايبين خطوط جديده لان احنا كشركه اديده مؤمنين بقوه السوق المصري وقوه وسوق استهلاكي كبير، الى جانب صادراتنا الحمد لله بتنمو، فبالتالي كنا محتاجين ان احنا نزود من طاقتنا الانتاجيه، وهذا القرض موجود لهذا الغرض. يعني حجم الاستثمارات اللي هيتم ضخها في مصر خلال العام الحالي وحجم الاستثمارات في السوق المغربي؟ احنا بالنسبه للسوق المصري يعني فيما يعادل تقريبا المليار جنيه، ودي نفس الخطه اللي احنا بنحطها كل سنه ما بين التوسع في الطاقات الانتاجيه، وجزء بيبقى لراس المال العامل او اكتر للسيرفيس يعني للاحلال والتجديد اللي احنا بنعمله جوه الزراعه. في المغرب برضو في خطه ان احنا نستثمر حوالي 60 مليون درهم، يعني حوالي 6 مليون دولار، يعني حوالي 300 مليون جنيه ان شاء الله هذا العام. حجم الصادرات المستهدفه؟ احنا بنستهدف 10%، يعني من 9 ل 10% من اجمالي مبيعاتنا ان شاء الله. انعكاس خفض الجنيه ورفع اسعار الفايده على اداء الشركه بشكل عام؟ شوفي حضرتك، طبعا هي اي متغير بيحصل في هذه المعادله بيأثر علينا، لان احنا طبعا زي ما بيقولوا كده موضوع التسعير عندنا او التكلفه حساسه جدا جدا جدا، فطبعا تخفيض الجنيه أثر علينا، وفي نفس الوقت ارتفاع سعر الفايده اعتقد بقى عمليه صعبه جدا انك تقترضي ب 30% او ب 29%، ايه هو الاستثمار اللي هيجيب لك عائد يعني؟ فاحنا نتمنى ان شاء الله ان التضخم يقل في البلد، وان البنك المركزي تدريجيا، لان طبعا مش هينفع ان هو الفايده عاليه كده تنزل مره واحده، تاخد لها فتره طويله عشان نقدر نستثمر، وبالتالي البنك المركزي مع وزاره الماليه او مع وزاره الماليه عاملين مبادرات لتوفير تمويل للشركات بنسب فايده يعني نوعا ما معتدله شويه علشان نقدر نستثمر. مستهدفات صادرات القطاع الصناعات الغذائيه بشكل عام؟ والحقيقه قطاع الصناعات الغذائيه حقق ارقام جيده جدا هذا العام، 2023 5.1 مليار دولار صادرات، الربع الاول كان ارقامه انا سعيد بيها جدا، 31% نمو، 1.6 مليار دولار. لو مشينا على هذا النهج احنا مستهدفين 5.9، نامل ان الامور تستقر والوضع يفضل زي ما هو بدون مفاجآت، يعني ان شاء الله نقدر نحقق اكتر من كده.